تراجع شعبية القذافي الابن وظهور الدبيبة في السباق، حلم حفتر في رئاسة ليبيا متوقف على هذه المباحثات. كرسي الحكم في ليبيا حائر، يبحث عن ما يشغله. حفتر كلما اقترب منه يفاجأ بمن يعطل خطواته. واضح ان الكرسي ده والله اكبر ممسوس، واحد من اعداء الاستقرار في البلاد عامل له عمل بحسب المحليين، اللي اندهاشهم متواصل بسبب انتخابات الرئاسة في ليبيا المتعسرة. من جانبه وفجأة كمان ظهر الملك محمد السادس في الملف الليبي، واللي قرر نقل مباحثات على أرضه لمناقشة القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات والمفترض إجراءها في 24 ديسمبر اللي جاي. وبيراهن محمد السادس على وساطته لإتمام الانتخابات الرئاسة اللي هيتنافس فيها أكتر من شخص، أبرزهم المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي. وبتعقد لجنتا مجلسي الأعلى للدولة والبرلمان الليبيتان اجتماعا هو الأول من نوعه في المغرب، وده لأهداف أهمها مناقشة القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات وبحث كيفية انتخابات الرئاسة وشكلها النهائي. ومن كام يوم والمشهد في ليبيا متأزم للغاية، وده كان عقب قرار مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ومساقطته على قانون انتخاب رئيس الدولة بطريقة رفضها المجلس الأعلى للدولة الليبي، اللي دايما يبان في الصورة وكأنه عفريت العلبة واللي بيهدم كل خطوة تستهدف الاستقرار، ودايما رافع شعار أنا فيها لخفيها. ومن أسبوع أحال رئيس مجلس النواب الليبي عجيلة صالح قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى المفوضية العليا للانتخابات وسط رفض من المجلس الأعلى للدولة، اللي فجأة وعلى طريق كرسي في الكلوب وسارع المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وطلع بيان غاضب ورافض لقانون الانتخابات الصادر عن المجلس النيابي. مش بس كده، لكن شدد كمان على ضرورة التوافق بين المجلسين في إصدار القوانين ذات الصلة، وخصوصا اللي هي خاصة بانتخابات الرئاسة. وفي الإطار ده بنلاحظ ان في جدل مستمر ومتصاعد حول ترشح المشير خليفة حفتر، وظل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي المتمثل بنجله سيف الإسلام. ومع الجدل ده توتر مصحوب وبيناقش مين الأقرب لكرسي الرئيس ومين صاحب الحظ الأقوى بالفوز في الانتخابات المرتقبة. حظوظ حفتر لو دخل المعترك الانتخابي هيكون هو الأقوى، وده زي ما بيقول الباحث السياسي الليبي جمال علي شلوف، واللي أضاف إن في عوامل كتيرة بتعزز فرص حفتر للفوز، أهمها حجم تأييد الشعب لحفتر والقاعدة الشعبية اللي بيحظى بيها من أنصار المؤسسة العسكرية. والأهم من كده إن في قاعدة كمان واسعة جدا من الناخبين هتصوت لحفتر، وده لسبب قدرته على منع فوضى السلاح والميليشيات اللي بتهدد بعودة التيارات الإرهابية مجددا إلى الساحة لو نجح ممثلو التيارات الدينية أو الميليشياوية. لكن بالنسبة لسيف الإسلام الأمر هيختلف كتير بحسب جمال شلوف، اللي شايف إن في حالة ظهور سيف فعلا ومش مجرد طيف يستعمله بعض الدوائر سيثير خوف مناطق ومدن كبيرة ساهمت في قتل والده وإخواته في 2011. ومش بس كده، لكن أهالي المناطق دي هيكونوا في حالة قلق وخوف من عمليات انتقامية، سواء من النجل الأكبر القذافي أو من أنصاره اللي لسه بيستخدموا سقف عالي من خطاب الكراهية ضدهم عند حديثهم عن الوضع الحالي واتهام من ساهم في إحداث فبراير بالخيانة وإهانة جهات ومدن ومناطق محددة. ويرى شلوف كمان ان حظوظ القذافي سواء في الترشح او المعركة الانتخابية ده لو ترشح ستكون ضعيفة وللغاية. اما عن المرشحين الاخرين فبيقول شلوف ان المرشحين المحتملين للرئاسة من غرب ليبيا دول هيكون معظمهم من متصدري المشهد الحالي السياسي او الميليشياوي او الاقتصادي، واللي الليبيين بيشوفوهم جزء اصيل من المشكلة والازمة. لكن الكلام مختلف عن سيف الإسلام من وجهة نظر الكاتب والمحلل الليبي إبراهيم بالقاسم، اللي رأى إن حظوظ سيف الإسلام ليست قليلة، وأضاف القذافي الابن من أكثر الأسماء اللي تتردد في الشارع الليبي كمرشح محتمل للرئاسة، وإنه بيحظى بتأييد مطلق من أنصار النظام السابق، ودول شريحة واسعة لا يستهان بيها. لكن بالقاسم عاد وقال عقبة القذافي الابن الوحيدة هي وضعه على لائحة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وده اللي ممكن يكون حجر عثرة أمام وصوله إلى الرئاسة بحسب بالقاسم. وحول حفتر
قال بالقاسم إنه رغم وجود قواته في 6 دوائر انتخابية من أصل 13 إلا إن أمامه عقبتين أساسيتين في الترشح، والأولى بحسب بالقاسم في الجنسية الأمريكية اللي بيحملها، والتانية هي بقاؤه على رأس المؤسسة العسكرية حتى وإن خلع الزي العسكري وخد أجازة لمدة 3 شهور من الجيش. ويرى بالقاسم إن من أبرز وأهم الأسماء اللي ممكن تكون فارقة لو ترشحت هو رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد لدبيبة، واللي بات بيتمتع بشعبية واسعة جدا في ليبيا رغم العراقيل اللي وضعها البرلمان أمامه. ويضيف بالقاسم إن الدبيبة بيحظى بشعبية واسعة حسب استطلاعات الرأي الأولية. وبيقول بالقاسم إن فرص كل مرشح في سباق الرئاسة الليبية تعتمد على شكل قانون الانتخابات وقواعدها الدستورية والشروط اللي يجب توافرها، واللي من الممكن أن ترجح أحد الأسماء في هذا السباق. والأهم من هذا إن شروط الترشح ستنزع عن كل مسؤول عن رئاسته لمؤسسته، فيدخل السباق الرئاسي منفردا ويضمن تكافؤ الفرص وليس باسم مؤسسته، وهذه مسألة مهمة. وكمان قال بالقاسم إن هناك وزير الداخلية السابق فتحي بشاغة اللي بيستعد لدخول السباق الرئاسي، وبدأ بالتواصل مع الأطراف الفاعلة على الأرض في ليبيا وحشد مؤيدين باعتباره يملك الوصفة السحرية للمعالجة الأمنية الليبية، وأنه كان قادر على مواجهة مراكز القوة في الدولة بحكومة الوفاق الوطني، ما أعطاه فرصة ليحصل على شعبية وتأييد كشخصية يتفق عليها المختلفون. وما استبعدش بالقاسم أن يتقدم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري للترشح بوصفه ممثل لتيار 17 فبراير، والمشري شخصية مش سهلة وقادر على جمع أنصار هذا التيار تحت رايته في الانتخابات الرئاسية. بالإضافة إلى الأسماء دي هناك أسماء أخرى مرشحة زي نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معتيج، وسفير ليبيا السابق لدى الإمارات العارف النايد، والاقتصادي الليبي محمد خالد الغويل، والكل منهم حظوظ وفرص حسب بالقاسم اللي قال إن الأحداث في ليبيا حبلة بالمفاجآت.